السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالي في فيديو جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم خبيزات بالموتزاريلا. نبدأ على بركة الله، نتعرفوا على المقادير. غنحتاج في المقادير جوج دانون فاني، 100 غرام زبدة تقريبا 3 معالق كبار، و 80 غرام ديال لاكريم، جوج معالق كبار ديال السنيدة، شوية الملح، معلقة ونص ديال الخميرة، جوج بيضات، ربع كاس زيت الزيتون، والدقيق حسب الخلاط. درت هنايا البيض، غادي نقربو، وهنا السنيدة، صافي درنا هنا السنيدة والبيض. غنزيدو ربع كاس ديال الزيت الزيتون، نزيدو لا كريم 80 غرام، دابا غادي نزيدو جوج دانون فاني، الزبدة، نخلطو هادشي مزيان، غنزيد شوية الملح. من بعد ما خلطنا جميع العناصر غادي نزيدو دابا الدقيق ونعجنوها ونخليوها حتى تخمر. هانتوما كيف ما شفتو، هادي هي العجينة ديالنا. دابا غادي نتعرفو على الحشوة اللي غادي نعمرو بها هاد الكويرات. عندنا معلقه صغيره ديال الزعتر، وربع كاس ديال الزيت العود، وموتزاريلا، والسميده باش غنكرفسو. ناخذ هاد المعلقه صغيره ديال الزعتر غنديروها في هاد الزيت البلديه ونخلطوها. الا كان عندكم الحبق حتى هو ديروه كيجي زوين. صافي دابا غادي نبداو نكرسو، هانتوما تشوفوا معايا. ناخذ السميده رقيقه نرشوها هكا ونقرصو هكا. من الاحسن ديروا الكرات غير صغار حيتاش مازال باقيين غادي نخمارو. ناخذ الخليط ديال الزيت والزعتر ندهنو بها هكا. ناخذ طريف ديال الموتزاريلا ونجمعهم هكا. طبعا نديرو شويه الزيت اللي فيه الزعتر، نديرو الموتزاريلا ونبداو نجمعو هكا. حاولوا تسدوهم مزيان باش ما يتحلوش ليكم. نعاودوا وحده اخرى، نرشوا شويه السميده رقيقه دون الشكل. صافي نبقاو على هذا الشكل حتى نكملوا العجينه كامله ونخليوها تخمر عاوتاني وعاد نطيبوها. هادو هما الخبيزات ديالنا من بعد ما خمروا. دابا غادي ندهنهم بصفر بيضه مع شويه الصوجا مخلطاهم وهنرشهم بسميده رقيقه. صافي غندخلهم يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما دهنتهم بالبيض ورشيت عليهم شويه السميده
وفلحتهم هكا بالموس، ودابا غادي ندخلهم الفران. هذا هو الشكل ديال الخبيزات من بعد ما خرجتهم من الفرن. كنتمنى الوصفة اليوم تنال اعجابكم، ونخليكم على الصور.